السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. جاي لكم النهارده في الحلقة التانية من حلقات المحتوى المخالف. في الحلقة دي برضو هنتكلم عن مباريات كرة القدم. أنا جاي بس في الفترة اللي احنا فيها دي، هي فترة بداية الدوريات أو استعدادات الفرق. يعني ايه استعدادات الفرق؟ في فرق معينة أو الفرق الأكبر بتبقى جوه بطولة كده اسمها بطولة الأبطال الدولية أو حاجة زي كده يعني. تمام؟ المهم البطوله دي بيتجمع فيها اقوى فرق العالم، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، كل فرق العالم تقريبا القويه. بس تمام، تبقى ماتشات قويه جدا جدا جدا. زي مثلا امبارح كان في ماتش باريس سان جيرمان وروما، كان في كذا ماتش، مثلا ليفربول بتلعب الايام دي ومش عارف ايه وكذا ماتش. تمام، طبعا بتكلم عن ليفربول لان محمد صلاح انتقل ليفربول، فكده اعرف انك لو نشرت حاجه عن ليفربول او حاجه عن محمد صلاح فاعرف انك هتجيب مشاهدات هتعدي تخطى ال 4 و 5 مليون. تمام، طبعا ده الفيديو كويس، استغلوا الوقت ده يا شباب. انا نشرت دلوقتي في جروب مستر بومتك من شويه، قلت انتوا لازم تستغلوا الفتره دي. الفتره دي بيتنشر فيها بطوله، ثانيه بس نقرا الاسم بالظبط، كاس الدوليه للابطال. دي البطوله دي يا شباب بتبقى مجانيه. مجانيه يعني ايه؟ يعني ما فيهاش حقوق طبع ونشر، ما فيهاش حقوق طبع ونشر. تقدر تنشر اللي انت عايزه، تنشر اهداف، تعمل بث مباشر، تعمل اللي انت عايزه. النهارده ماتش مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نفس البطوله، امبارح كان ماتش روما وباريس سان جيرمان في نفس البطوله. تقدر انك تنزل اهداف المباريات، تقدر انك تعمل بث مباشر المباريات، تقدر تعمل اي حاجه. تمام، زياده التاكيد لو انت هتنزل اهداف اعمل الطريقه اللي هتبقى لك اسفل الفيديو عشان تتخطى حقوق طبع ونشر. لو اصلا يعني لو صعب جدا يجي لك حقوق طبع ونشر اصلا، انا بقول لك يعني انت ممكن تنشر البث مباشر اصلا كامل، ولكن طبعا هتشيل اسم القناه. تمام، وانت بتعمل بث مباشر هتشيل علامه بي ان سبورت او القناه يعني اللي موجوده، معرفش ايا كان القناه يعني، هتشيل البث بتاع القناه يعني اللوجو بتاع القناه. تمام، في الاهداف برضو مش لازم تشيل اللوجو بتاع القناه، انت بس هتحاول تنفذ الطريقه تبقى كسب الفيديو. انا بقول لك بس ليه كده؟ عشان البطوله دي عليها مشاهدات عاليه جدا 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 على النت، وناس كتير جدا بتستخدمها على النت بطريقه جميله جدا، وبيحققوا منها الاف بل ملايين المشاهدات. تمام، انا مش عايزكم تتاخروا اكتر من كده. البطوله دي قريب هتخلص وهتنتهي، قريب في ماتشات قويه جدا جايه، في ماتشات لبرشلونه جايه وبرشلونه واليوفنتوس جايه. يعني ماتش برشلونه واليوفنتوس ده لوحده لو انت اشتغلت فيه كويس هتحقق فيه اكتر من 100 دولار. انا بقول لك الموضوع سهل جدا وبسيط، وكمان مش عليه حقوق طبع ونشر، انت تقدر تستخدمها زي ما انت عايز وان شاء الله تستفيد منها. بصوا يا شباب، انا مش بقول لك على حاجه خياليه او محتوى خيالي تقدر صعب انك تعمله او حاجه زي كده، انا بقول لك على حاجه حصلت معايا وحققتها قبل كده. انا فعلا كنت بحقق الارباح دي قبل كده من المحتوى ده. في البطوله دي السنه اللي فاتت انا محقق منها برضو ارباح كويسه جدا. انا بقول لك السنه دي استغل الفرصه دي، طالما انا مش هشتغل لازم المستر بومتكين كلهم يشتغلوا. الناس عايز تحقق ارباح بسرعه، هي دي فرصتك، اكبر فرصه ممكن تحقق منها ارباح بسهوله جدا. موضوع البث المباشر ده انا مش هتعرف تعمل بث مباشر، اكتب بس في الفيديو وان شاء الله هقول لك على طريقه ازاي تعمل بث مباشر للمباريات بدون حقوق طبع ونشر. طريقه سهله جدا ان شاء الله. موضوع الاهداف انا اتكلمت عليها قبل كده، وممكن تنزل برده اسفل الفيديو هتلاقي رابط، خش عليه هتلاقي في طريقه ازاي تجيب الاهداف، يعني ازاي تعمل مونتاج للاهداف بحيث ما يجيش عليك حقوق طبع ونشر في اقوى الدوريات بتاعت العالم. تمام، يعني انا عملت كل حاجه تقدر تستفيد منها بكل سهوله، وتقدر تعمل الطريقه دي ان شاء الله، وتقدر تعمل البث او تقدر تعمل ايا كان اللي هتعمله في البطوله دي او في الماتشات الوديه دي. ان شاء الله اي حاجه هتعملها تكون مربحه جدا جدا جدا، واي حاجه تعملها هيجي لك عليها مشاهدات كويسه جدا جدا جدا. تمام، اللي هيشتغل في الحاجات دي يقول لي اسفل الفيديو عشان هقول لك على طرق تانية ازاي تضاعف ارباحك من البث المباشر، ازاي تضاعف ارباحك من الاهداف، ازاي تضاعف ارباحك في اكتر من حاجه. تمام، ما بقولكش بقى اكسب من اختصار رابط اللي هو تحط صوره ومش عارف ايه وفيديو 30 ثانيه على اليوتيوب ويقول لك انزل اسفل الفيديو ويلاقي الرابط مختصر 20 مره والكلام ده، لا. تمام، لا، انا بقول لك دلوقتي انت اعمل بث مباشر حقيقي عشان يجي لك مشتركين حقيقيين ويجي لك كل حاجه حقيقيه. تاني مره بقول لك شباب، اللي انا بقوله ده مش كلام خيال، اللي انا بقوله ده حصل فعلا. احنا بنكسب من الحاجات دي، تعتبر من اسرار الربح من اليوتيوب انك تكسب من البطولات دي، من اسرار الربح من المحتوى ده انك تكسب من البطولات الوديه دي، لان غالبا ما بيبقاش عليها حقوق طبع ونشر. وزي ما قلنا استعدادات الفرق، على فكره يا جماعه الدوري السعودي والدوري التونسي والدوري المصري الحاجات دي كلها بيبقى قليل قوي لما يكون عليها حقوق طبع ونشر، ومشاهداتها بتتخطى الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. تمام، عشان الناس مركزه في الدوري الانجليزي والاسباني، صدقني الحاجات دي بتتخطاها والله. تمام، يعني انا زي ما قلت لك اكتر حاجه جبت عليها مشاهدات واكتر حاجه جبت عليها فلوس كان ماتش السعوديه والعراق. تمام، فانا بقول لك يعني الموضوع كله بسيط جدا، تنزل تحت خالص هتلاقي المباريات الوديه، شوف مباراه قويه، شوف مباراه قويه
مباراة قوية يعني يا شباب، مباراة قوية يعني انت مباراة بين فريقين قويين، او مباراة بين فريق فيه لاعب عربي، لاعب عربي مشهور زي محمد صلاح، زي احمد حجازي لما اتنقل دلوقتي. انا اسف معرفش لعيبة تونسيين يعني منقولين غير رياض محرز يعني، واللي هو من الجزائر طبعا، وكذا لاعب يعني، لكن يعني معرفش كل اللعيبة، ولكن زي ما قلت لك يعني في لعيبة كتيرة جدا الناس بيحبوا يشوفوهم. فانت شوف الفريق المناسب، والمباراة الودية دي مستحيل تلاقي عليها حقوق طبعا نشر، المباراة الودية دي. أما اللي فوق دي ممكن يكون عليها حاجات بسيطة جدا، تمام، ولكن برضو يعني غالبا مش هيبقى عليها إن شاء الله، غالبا مش هيبقى عليها، لأن أنا عملتها برضو السنة اللي فاتت وما كانش عليها حاجة، تمام. أتمنى شباب تاخد الموضوع ده بجد وتجرب، تمام. الموضوع كله بسيط جدا، مش هياخد منك أي وقت، كل اللي هتعمله إنك هتسجل أهداف وتنشرها بشكل حصري عندك، يعني تسجل أهداف أول ما بتيجي وتنشرها. الموضوع بسيط جدا، ما تاخدش اهداف من قناه تانية، ما تعملش اي حاجه من الحاجات دي، عشان طبعا اسهل حاجه يعني انه هيجيب لك مخالفه يدويه، يعني كده اول مخالفه ليك في القناه عن فاضي، تمام. فانت ممكن تاخد انت الهدف وتنزله خلاص، الموضوع بسيط جدا. برضه اسيب لك طريقه ازاي تمنتج الهدف اسفل الفيديو عشان ما يكونش عندك اي مشكله في تسجيل الهدف. اما في حوار بث مباشر فاكتب اسفل الفيديو انك هتعمل بث مباشر، ولو لقيت في مشكلة في الرد أو أي حاجة فأنت اعمل بث مباشر، ولكن شيل اللوجو بتاع القناة اللي أنت تاخد منها بس، مش أكتر من كده، تمام شباب. بس هي دي كانت الطريقة اللي أنا حبيت بس أنوه عنها النهاردة، وحبيت بس أكلمكم عن استعدادات الفرق وعن الكأس الدولية الأبطال، المباريات الودية، عن الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها من غير حقوق طبعا ونشر. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومديك، أتمنى الفيديو ده لو عجبك وطلعت منه بمعلومة واحدة حتى تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة عشان دي حاجة بتساعدني جدا، واخر حاجه ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان الناس تعرف الحاجات دي، ما نبقاش ناس محتكرين. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بونتيك، مره تانية شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.